عبر حجاج مملكة البحرين عن سعادتهم لأداء مناسك فريضة الحج هذا العام، شاكرين الله سبحانه وتعالى أن اختارهم هذا العام ليكونوا في ضيافته ويؤدوا هذه الفريضة في أجواء من الروحانية. هذا وأطلق حجاج مملكة البحرين رسائل الشكر والعرفان للمملكة العربية السعودية لتقديمها وتوفيرها كل الدعم والتسهيلات لحجاج بيت الله الحرام. صحيت يعني صراحة صحيت يعني من الفرحة من كل الحجاج كلهم، يعني الحجات كلها صيحوا يقولون يعني أول مرة أن نشوف الكعبة وهالشكل يعني رب العالمين. هذه نحمد الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى يسر أمورنا أن نحج في هذه السنة في هالأيام المباركة اللي هي يوم الجمعة وقوف عرفة، يوم يعني كل مسلم يتمنى أن يكون متواجد، وإن شاء الله دوم هم موجودين وإحنا موجودين بعد بندعي لهم، ندعي حق المسلمين كامل. مشاعر مختلطة، كل مشاعر صراحة، يعني ما في شيء واحد، لهفة، شوق، حب، خصوصا أن هذه أول مرة أحج فيها، فالمشاعر وايد نشوة روحانية الحمد لله. كنت متخوفة جدا، بس يوم صارت الفرصة قلت لا بس خلاص يعني لازم بنروح، وما شاء الله يعني لحد الحين كل شيء سهولات، ما في اي خوف، ما في اي شيء، يعني بس ان نروح ان نلبس الكمام وخلاص امورك تمام. اول ما شفت الكعبه شنو طرى على بالك؟ اكيد الفرحه، ولا ان انت من الفئه المختاره اللي اختارك الله على اساس عقب هالسنين اللي الحين بتروح خلاص، وخاصك الله ان انت بتحج بيت الله وبروح تتأدي مناسكه، وان شاء الله كله الله يبلغنا يوم عرفه ان شاء الله يا رب. وطبعا نحمد الله سبحانه وتعالى اللي ايسر لنا هذه السنه، وكنا احنا من الفائزين اللي وصلنا حق هذا المكان، والحمد لله رب العالمين. وطبعا نشكر طبعا حكومتنا هنا في البحرين، جلاله الملك ورئيس الوزراء ولي العهد رئيس الوزراء، وحكومة خادم الحرمين الشريفين هنا عندنا في السعودية على التسهيلات اللي شفناها كلها، والحمد لله فضل الله، يعني ما تأخرنا لا في المطار ولا في النقاط التفتيش لين وصلنا المطار، ولله الحمد يعني سهالات يعني وايد يشكر عليها. أول دعوة دعيت الله يغفر لي صراحة ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، هاي اللي ذكره بس ودمعت بس ما اتذكر بعدين ايش صار.